بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقوم وزارة الداخلية بتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة. في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية وحرصا من وزارة الداخلية على دعم أهالي المناطق الحضرية الجديدة وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، قامت الوزارة بتوزيع بواد غذائية على قاطني تلك المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تخفيف الأعباء عنهم. أنا بشكر سيادة الرئيس إن على المبادرة الجميلة اللي هو ما بينسناش فيها، في عيد، في مدارس، في أيام عادية، رمضان، الحمد لله كل حاجة بتجينا متوفرة واحنا قاعدين. بنشكر الرئيس طبعا على المبادرات الكتيرة اللي بيقدمها في حي الإسمارات للناس الغالبة، وبنشكره جدا واحنا فرحانين طبعا بالحاجات ديت لأنها بتساعد ناس كتيرة قوي غالبة هنا اهوت. بنشكر الرئيس جدا على المبادرة كلنا واحد واهتمامه بينا، بنشكره على اهتمامه بينا واهتمامه لأولادنا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجدنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. المبادرة تأتي استمرارا لإسهامات الوزارة الفاعلة في تقديم كافة أوجه الرعاية لأهالي هذه المناطق على مدار العام اجتماعيا واقتصاديا، وفي إطار توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة لقاطنيها بعد تهيئة السكن المناسب لهم. بحب أشكر سيادة الرئيس على اهتمامه بينا ودايما بيدعمنا، والنهاردة منزلنا كراتين في مدينة المحروسة. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبة معنا، في رمضان كان معنا وفي عيد الضحية معنا، على كل سلع غذائية بيجيبها لنا، واحنا شاكرين لك يا ريس، دايما فاكرنا مش ناسينا. بنشكر سيادة الرئيس جدا على كل مبادراته لينا وعلى وجوده معانا في كل المناسبات. واحنا عايشين هنا في المحروسة في حياة كريمة، احنا عايشين هنا مرتاحين ونشكر الرئيس. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. حلم شمس سيادة الرئيس دايما فاكرنا يا رب، كل سنة وانتم بألف خير. ربنا يخلي سيادة الرئيس لينا ويطول في عمره وينصره على من يعاديه. ألف شكر لك يا سيادة الرئيس، وربنا يخليك لينا ودايما فاكرنا. ألف شكر لك يا رئيس، دايما فاكرنا كده مش ناسينا. تحيا مصر. كل سنة وانت طيب يا سيادة الرئيس ومش ناسينا، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها أصل الحكاية. توزيع المساعدات جاء وسط إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضرية الجديدة بما تبذله وزارة الداخلية من جهود إنسانية واجتماعية لدعمهم، حيث بدأ الارتياح على الوجوه لتكرار المساعدات واستمرار الدعم لهم. كل المناسبات فاكرنا فيها، أيوة، في رمضان بعت لنا برضو كراتين رمضان وكل حاجة والحمد لله. يعني ألف شكر وربنا يخلي لنا الرئيس يا رب. شكرا، ربنا يخلينا ويخليكم. أي حاجة؟ لا يا رب يخليك وربنا يخليكم لينا يا رب. احنا من ساعة ما جينا هنا يعني الحمد لله الدنيا أحسن من الأول بكتير. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجدنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. سيدي الرئيس ربنا يكفي شر المرض ويسترها معايا، كل سنة بيفتكرنا وربنا ما يحرمنا منه إن شاء الله. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شاكرين للرئيس كتير وبنشكره، وكل سنة وهو طيب وربنا يخلي لينا ودايما فاكرنا بالخير يا رب. شكرا ليك يا رئيس، متشكرين وربنا يبارك لنا في عمرك وكل سنة وأنت طيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرات اجتماعية ذات دلالة إنسانية من وزارة الداخلية نحو سكان المناطق الحضرية الجديدة تبني جسورا من الثقة وتؤكد أن الأمن هو رسالة إنسانية. دايما هنا شرطة وشعب.